اكيد شفتوا اعلان منتج جديد بتاع فينو، فانا نزلت بقى ايه وقعدت ادور عليه كتير جدا 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 لحد ما لقيت يعتبر كل الاطعمه. فتعالوا النهارده نجرب مولتو فينو الجديد، وهم بيقولوا ان مولتو فينو الجديد بيشبع بلد، فتعالوا نشوف هل هو فعلا هيشبع بلد ولا لا. طيب تعالوا اقول لكم كده جبنه ايه. مولتو فينو جبنه رومي، مولتو فينو بالجبنه بالفلفل الحار، مولتو فينو بالجبنه المكسيكيه، مولتو فينو بالجبنه الفته، مولتو فينو بالجبنه بالبسطرمه، كلهم جبن. ما لقيتش اي حاجه حلوه خالص، ما لقيتش نوتيلا، ما لقيتش اي حاجه خالص يعني، فكله بالجبنه. بس على فكره قعدت ادور عليه كتير جدا جدا، دول انا جايبه من حته ودول انا جايبه من حته وده انا جايبه من حته كده يعني. فتعالوا كده نجرب على طول. نجرب اول حاجه الجبنه بالبسطرمه. تعالوا نشوف بقى مولتو فينو ده شكله عامل ازاي. ريحته بسطرمه جدا جدا، ده شكله عامل زي الفينو سيكا يعني. تعالوا جاي نقطع، شوف ده كده من جوه الحشو بتاعه، مش باين طبعا عشان لونه ابيض، ولكن ريحه بسطرمه جامده جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله، طعمه حلو، طعمه فيه ريحه بسطرمه كده يعني، انت حاسس بيها لكن مفيش قطع بسطرمه، لا هي ريحه بسطرمه كده. ولكن الحشو مش احسن حاجه يعني، انا شايف دومتي الحشو بتاعه كان اكتر بكتير جدا جدا. زائد اصلا انا مش حاسس ان انا باكل فينو، انا حاسس ان باكل دومتي عادي خالص باتيه يعني، مش شايف حاجه جديده يعني. فتعالوا كده نسيبه على جنب وناخد تاني حاجه اللي بالجبنه المكسيكيه. ده شكله برده، نفتح كده، ده حشو من جوه، ده اللي كنت بكلمك عليه ان الحشو مش احسن حاجه خالص، هي بس اللي الحته دي بس يعني. تعالوا ندوق. بسم الله، انا عايز ادوق بقى طعم الفينو لوحده عامل ازاي يعني. كده حته فينو ما فيهاش اي حاجه خالص، تعالوا ندوقها. طعمها كده عادي خالص، اكنها مثلا جبنه بطعم الجبنه الرومي ومشطشطه سيكه كده، ولكن برضه انا مش شايف التغير اللي هم بيقولوا عليه، مش شايف الحاجه الواو يعني. فانا بستنتج يعني ان هم عاملين ديزاين جديد، فكره جديده، عشان يتخلوا عن فكره اللي هي الباتيه دي ويخلوا بقى الباتيه ده لدومتي وياخدوا هم ايه سكه الفينو يعني والكلام ده. لكن مش شايف تغير كبير، هو طعم الباتيه حشوه كمان اقل كمان من الدومتي بكتير جدا جدا، فانا شايف ان هو عادي خالص يعني. تعالوا نجرب الجبنه فيتا او جبنه فيتا، مش عارف بقول عليها فيتا يعني. لا بص كده، ده شكله شكل الفينو بالظبط، وتقيل يعني غير اللي انا فتحتهم، لا ده تقيل سيكا كده. بصوا شكله عامل ازاي، شكله عامل زي الفينو بالظبط. التانيين ما كانش فيه ملامح كده ليهم، لكن ده شكله كده ايه حلو يعني، تقيل بصراحه جدا جدا. مش عارف بقى هل التول ده عجينه ولا حشو، فاحنا نفتح دلوقتي ونشوف. ده كده من جوه باين ان الحشو يعني بصوا كتير سيكا يعني، مش احسن حاجه ولكن احسن من اللي قبليهم. تعالوا ندوق كده. بسم الله، طعمه جبنه عادي خالص، الجبنه اللي هي اللايت العادي خالص اللي هي الجبنه الخفيفه دي، جبنه بيضة خام خالص عادي خالص. ولكن اللي انا خدت بالي منه ان انا فتحت هي نفس الشركه، هي مولتو فينو، ولكن واحد كان الحشو بتاعها كتير جدا جدا وواحد كان الحشو بتاعه قليل جدا جدا، فانا مش عارف ده عيب ايه بالظبط يعني، مع ان هو نفس الشركه وكل حاجه يعني. تعالوا نفتح كده الباقي ونشوف يعني. بعد كده معانا بالجبنه الرومي، ده شكله رجعنا تاني الحجم الخفيف، الشكل بس مش شكل زي فينو يعني، عادي خالص زي اللي فاتوا. تعالوا كده نفتح ونشوف، بصوا يعني مفيش خالص يعني، اهو مفيش خالص فاهمني، هي بس النقطه دي بس. تعالوا ندوق. بسم الله، ما عجبنيش خالص، الحشو قليل قوي قوي فيه يعني، انا مش حاسس اصلا بطعم الجبنه الرومي فيه كده ايه اللي هو لزعه بس كده من الجبنه الرومي، لكن مفيش حشو كده زي دومتي، مش عارف صح، بس ما عجبنيش يعني الفكره اصلا. وتعالوا نجرب اخر حاجه، جبنه بالفلفل الحار، ده شكله اصغر كام من اللي انا فتحتهم دول كلهم، ما مش عارف هما بيجربوا ولا بيعملوا ايه، انا مش عارف يعني، بس يعني ده شكله. تعالوا نفتح كده، ده شكل الحشو فيه، ده بقى الفينو صغير بس الحشو فيه كتير يعني، انا حاسس بالحشو يعني، بصوا كل ده كده حشو. تعالوا ندوق. بسم الله، غريبة بس ده أحسن واحد حرفيا دوته لحد دلوقتي، الحشو مليان حشو جدا جدا يعني، أكتر كمان من دومتي، والجبنة جبنة اسطنبولي حراقة جدا جدا، عجبني بصراحة. طيب انا كده استنتجت ان هم كلهم نفس الشركه، ولكن انا مش عارف يعني مفيش استقرار في الشركه ولا ايه، مفيش استقرار على المنتج ده يعني، مش فكره كلهم حشو واحد، لا هم كده حاسسهم كده بالبركه، مره الاقي العيش كويس، مره الاقي مفيش حشو، مره الاقي حشو كتير، مره الاقي العيش وحش، مش فاهم يعني. ولكن كفكره مش شايفها حاجه يعني جامده جدا جدا، انا حاسس ان انا بدوق بالظبط دومتي او مولتو عادي خالص يعني، اللي هو الباتيه يعني فاهمني، لكن مش حاسس ان هم حاجه واو يعني. انا شايف ان هو مش مستاهل الضجه اللي معموله دي، اللي هو مولتو يشبع بلد والكلام ده، حاسس ان الموضوع عادي خالص يعني. دول كانوا مولتو فينو الجديد. لو عايزنا نجرب اي حاجه تاني اكتب لي تحت في الكومنت ونجيب الحاجه دي ونجربها سوا. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. والانستجرام ما تنساوش عشان بنقدم عظمه جدا جدا هناك. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.